Turn down for what? Turn down for what? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد، وهو فتح مراجعة لمنتوج قمت بشرائه من موقع جيد. سوف أشرح لكم إن شاء الله بعد هذا الفتح أو نرى ما الذي أرسله لنا هذا الموقع. نقوم إن شاء الله بإرائكم هذا المنتج وعلى هذه الشكلة. لقد آتاني هذا اليوم، فقد قمت بأخذه في الأماكن ولكن سوف نقوم بفتحه. قبل ذلك كما ترون هنا المعلومات الخاصة بإخواني الكرام، أظنني قمت بحجبها فقط، وهنا قمت بإرساله إليك على أشياء أنها هدية. لم أقوم بتخليص شيئا أو قطع أي شيء من الراسب، ولكن هناك بعض الدولارات هنا، ولكن لم أقم حتى بدفع هذا المبلغ حسب الشركة أو الثمن شراء هذا المنتوج. فقد قمت باقتناء هذا المنتوج فقط لتجربة الموقع، والآن سوف أشارككم هذا المنتوج معا. نفتح هذا الشيء من هنا ونقوم بقطعه، لا يهم، عليك بحد شفرة، فقط نحن مغاربة نتقاتل مع هذه الأشياء. كما ترى نقوم بفتحها هكذا ونقوم بإنزال هذا الشيء كما ترى. نعم لقد تذكرته حاليا، وهو فقط مايكروفون إخواني الكرام، مايكروفون معزول صغير. نقوم بفتحه من هذه الوجهة، لا نريد أن نقوم بقطع هذه. سوف نرى، نعم قطعتها، لا عليك، وسنقوم بسحبه الى هنا الان حاليا كما ترون. هذا هو المايك الذي قمت بشرائه حاليا، انه مايك صغير تقوم بتثبيته على على ملابسك مثلا، كنت هنا اخواني الكرام في الصدر كما ترون، وتقوم بربطه بالجهاز كما ترون عن طريق المكان المناسب له. الان لن اقوم باي مراجعة له حتى اضر ان نرى الشغيل. كما ترون هذا وجهه، كما ترون انه جيد صغير وذو احترافية كما ترون انه امامكم، وهذا البوب فلتر الخاص بإخواني الكرام. إذا هو جميل جدا إخواني الكرام لمن أراد أن يعمل فيديوهات الصغيرة. وكما ترون أن في القناة هناك فيديوهات لدورات حول تعلم لغة الـ HTML، وقمت باقتناء هذا فقط. أما حسب الميكروات، لدي ميكرو آخر وهو أفضل، أظنه سوف يعجبكم، سوف أحضره حالا. كما ترون هذا هو الذي أخبرتكم، لدي هو فقط ميكرو جميل جدا، ولكن عندما أستعمله يكون هناك العديد من التقطعات أو الأصوات الإضافية، وهو BM800 يا إخواني الكرام كما ترون أمامكم. كما ترون BM800 يا إخواني الكرام هو من أفضل الميكروات التي يستعملها الأغلبية في الجيمرز حاليا. فقط أنا لا أحتوي على حاسوب جيد للألعاب يا إخواني الكرام، فقط نحن محترفين سوف نتطرق إلى الاحتراف. وهذا هو الميكرو الذي أستعمله مسبقا، وأرجو أن تكونوا لا تقلقوا بأي فيديوهاتي، لأن هناك بعض الضجيج يا إخواني الكرام. سوف أقوم بتجربة هذا الميكرو وأعود معكم إن شاء الله في الوقت أو في فيديو آخر على أنه يشتغل. والموقع الذي اقتنيت منه هذا المنتوج اخواني الكرام هو موقع فافو اخواني الكرام. سوف نعود الى الحاسوب ان شاء الله ونقوم باعطائكم الموقع الذي شريت من هذا هذا المنتوج، وبمبلغ رهيب اخواني الكرام، رخيص جدا. فقط انظروا الى حاسوبي حاليا، انه فقط قيد الفرمطة او اعادة تهيئة اخواني الكرام. لمن لا يعرف كيف يقوم بفرمطة جهازه فليخبرنا فقط بتعليق اخواني الكرام، ويضع تعليق على اي فيديو وسوف اشرح له اي شيء يريد ان شاء الله. نحن قناة صغيرة نفعل اي شيء تحبونه انتم، فقط تابعونا والضغط على زر سبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس لتلقي المزيد، واراكم ان شاء الله في الحاسوب. ومرحبا بكم ايضا على حسابي او على حاسوبي عفوا. اذا الان قمنا بربط المايك وهو كما ترون شغال، يمكن الان التحدث بسلاسة كما ترون وبدون اخطاء ان شاء الله. من هنا الى الامام سوف نقوم بتعديل هذه الاخطاء، لانني شخص مغربي يتحدث العربية بدون سابق انذار. اذا كما ترون الموقع الذي اشتريت منه هذا هو الموقع، وهو فوفا يا اخواني الكرام. تقوم بالتسجيل في هذا الموقع، صراحة يتيح لك العديد من الاشياء لشرائها واغلب الملابس اخواني الكرام. ولكن نحن تقين كما ترون، عندما دخلت الى حسابي وقمت بالضغط على طلبات، هذه الطلبات التي طلبتها حاليا. هناك في الاول قد طلبت
USB اخواني الكرام التي قمنا التي تحتوي على 2 تيرا بايت اخواني الكرام، انها شغالة ولكن بها مشاكل، اظن انها فيها مشاكل يجب عليهم تسويتها، ولقد استلمتها انها تشتغل. وقد اشتريت ايضا هذين المنتوجين كليهما في آن واحد. اشتريت سماعة رأس ولكن هناك خلل مع المستورد وتم إعادة أموالي إخواني الكرام في غضون 7 أيام. هذا الموقع صراحة معقول إخواني الكرام، مضمون، لقد أعاد لي الأموال، عاد لي تقريبا $3.60. وهذا هو المايك الذي اشتريته حاليا، كما ترى هنا الكمية واحد، ولقد استلمتها حاليا وقد أريتكم ذلك عند بداية الفيديو. إذا قمت بالضغط على هذا الرابط سوف تجد العنوان أو أن المنتوج قد انتهى، لأنني شريته عندما كان خارجا للوزين إخوان أو ستوك إخوان الكرام. وهنا هذه التي تشتغل على الكارت جرافيك، عندما تصلني إن شاء الله سوف أضع لكم فيديو لمراجعة هذا وكيف تقوم بتشغيلها مع جهازك. إنها تشتغل على حاسوب ليكون جيمر إخوان الكرام، تقوم بإضافة الكارت جرافيك ضمنها. يمكن أن نرى ما هي من بعد. كما ترون هذا الميكروفون تم نفاذه من الموقع اخواني الكرام. اذا اردت ان تقوم بشرائه مجددا سوف يحتاج الى ان تقوم، لن تجده لانه لقد تم نفذ منهم اخواني الكرام. واسف على هذه الاشياء لانه لم يصلني على بعد 30 يوما، اي بعد 30 يوم قد نفذ هذا العرض. لانه صراحة أن تشتري ميكروفون إخواني الكرام بقيمة $2 إخواني الكرام شيء جيد ومناسب إخواني الكرام. كما ترون وهنا شريت هذه السماعات ولكن تم عودة الأموال، إذا تلقيت الأموال إخواني الكرام. ويمكنك شراء أي شيء آخر إخواني الكرام في هذا الموقع، ولا تنسوا الضغط على زر اشتراك وتلقي المزيد من الإشعارات أو الفيديوهات التي نطرحها لكم. ولا تنسوا زيارتنا على الموقع إخواني الكرام لأنه يحتاج إلى دعم. وهذا المنتوج الذي أردت أن أشارككم إياه وهو اليو اس بي بي اس اي اكسبريس إخواني الكرام، وهو سوف أشرح لكم عندما يصل إن شاء الله، وسأريكم ذلك إن شاء الله. كما ترى لقد نفذ من المخازن، إذا سأريكم إن شاء الله كل هذه الأشياء عندما تصلني. ولا تنسوا فقط بالضغط على زر لايك ومتابعة ونشر للعامة، وشكرا لكم على كل شيء.